يلا احمد. ابو زايد نحن لايف يا صديقي، ننتظر بس ننتظر الإشارة من الجماعة. جاهزين؟ جاهزين تقدر نبدأ أستاذة مريم؟ عندك يا حميد. هي ابدأ. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكورين على تواجدكم اليوم ويانا. إن شاء الله أن نضيف شيء أو نقدم شيء في هذا الوقت المتأخر، في هذه السهرة الرمضانية. طبعاً بيكون وياي زميلي الملازم أول فضل التميمي. نحن اليوم بنتكلم عن شيء نحن نعيشه أو شيء نحن مارسناه، فننقل لكم شيء عن تجربة أو خبرة أو شيء نحن شفناه بعيوننا. أنا بتكلم عن الجانب النظري، وبيتكلم لازم أول فضل عن الجانب العملي أو الشيء اللي هو جالس يمارسه بشكل يومي تقريبا. نحن اليوم بنتكلم عن تعزيز ثقافة التطوع وعمل الخير والمسؤولية المجتمعية اللي هي المفروض تكون موجودة عند جميع أفراد المجتمع، والحمد لله ببشركم وأكيد أنكم تشوفون هذا الشيء بأنفسكم، أن هذا ثقافة المسؤولية المجتمعية موجودة ومترسخة في جميع أفراد المجتمع. وطبعا هذا جاء من حرص قيادتنا ودعمهم للأمور هذه كلها وتعزيزهم لهذه الثقافة. والمسؤولية المجتمعية والتطوع أنا أشوف أنهم وجهان لعملة واحدة. نحن اليوم نتكلم عن برنامجنا اللي هو برنامج كلنا شرطة، برنامج تطوعي. أتمنى أن أنكم سمعتوا عن هذا البرنامج قبل، لأنه طبعاً يعني يصور المسؤولية المجتمعية وثقافة التطوع بكافة صوره. طبعاً هذا البرنامج أطلق تقريباً قبل 3 سنوات، برنامج تطوعي، وهي قناة للتواصل بين أفراد المجتمع وشرطة أبو ظبي. البرنامج ينقسم إلى قسمين، أو عضو كلنا شرطة مهامة تنقسم إلى قسمين. طبعاً شروط الانضمام، أول شيء لبرنامج كلنا شرطة، وهذا هو الشيء المهم عندنا نحن، أن الشرط الوحيد أن يكون العضو فوق 18 سنة، أما ما في أي شرط آخر. طبعاً المبادرة تفتح أبوابها لكافة أفراد المجتمع للمشاركة، وهذا كان له دور وانعكس على تقوية الروابط بين جميع أفراد المجتمع كافة شرائحه. فالحمد لله وصلنا في النهاية إلى أن عدد الجنسيات أو عدد الجنسيات أو أعضاء كلنا شرطة اللي موجودين ويانا فوق 100 جنسية، وهذا التنوع الثقافي واللغوي نحن اليوم استفدنا منه في على أرض الواقع أو في الأزمة والجائحة اللي الحين تلقي بظلالها على كافة بقاع الأرض. ونتمنى إن شاء الله أنها تكون في نهايتها، وأن نحن نقدر ودول العالم جميعاً أن نتغلب عليها. فوجود هذا الأعضاء بكافة بجنسيات مختلفة ساعدنا نحن اليوم. نحن اليوم ياسين نلمس والفائدة من هذا البرنامج اللي أصلاً كنا نحن الفائدة موجودة من قبل، واليوم وقت الحاية للبرنامج هذا كلنا شرطة كانوا موجودين وقاموا بالأدوار اللي مطلوبة منهم وزيادة. طبعاً عضو كلنا شرطة مطلوب منه جانبين، أو الجانب الأول اللي هو الجانب أنه يستخدم أبليكيشن خاص بأعضاء كلنا شرطة. طبعاً قبل ما يقدر يستخدم الأبليكيشن خاص بكلنا شرطة تلتزم القيادة العامة لشرطة أبو ظبي بإكساب أعضاء مبادرة كلنا شرطة بعض المهارات الإضافية اللي نحن نتوقع أن أي مواطن أو مقيم على أرض الوطن محتاج أن يكون عنده شيء أو أساسيات العمل التطوعي والحس الأمني والأمور المختلفة كلها اللي نحن في كلنا شرطة نحاول أن نغذي أعضاء كلنا شرطة بهذه الثقافة أو بهذه المهارات. طبعاً أعضاء كلنا شرطة
بعد ما يخلصون عملية التدريب هذه يرسل لهم يوزر نيم وباسورد من خلال يقدرون يستخدمون أبليكيشن خاص بمبادرة كلنا شرطة. من خلال هذا الأبليكيشن يقوم أعضاء كلنا شرطة بإيصال الملاحظات إلى شرطة أبوظبي. شو نوع هذه الملاحظات؟ طبعاً هذه الملاحظات تكون ملاحظات أمنية ومرورية ومجتمعية وأيضاً ملاحظات مقترحات تطويرية. فعلى سبيل المثال في أحد أعضاء كلنا شرطة قال أرسل ملاحظة قال فيها أني أنا يومياً أطلع من بيتنا الواقع في المكان الفلاني واتجه إلى عملي الواقع في المكان الفلاني عند بيتنا الشارع رقم كذي الفرعي. يوم أدخل على الشارع الرئيسي الفلاني في شجرة أو شجرة تعيق رؤيتنا نحن كمستخدمين طريق. طبعاً في بداية أو أي واحد بيقرأ هذه الملاحظة ممكن أنه يقول يستسهل الموضوع ويقول يعني شو هذا الموضوع الكبير اللي هو خلاني أكتب هذه الملاحظة أو أنا شو ممكن أسوي كجهاز شرطي في مثل هذه الحالات. طبعاً نحن نأخذ كل الملاحظات على محمل الجد، تم الرجوع إلى الموقع اللي ذكره العضو ومراجعة السجل المروري أو شو بنسميه للمكان هذا. اتضح أن في أكثر من 7 حوادث وقعت في هذا المكان. هذه 7 حوادث جمع عنها خسائر مادية، خسائر صحية بصحة المستخدمين طريق. فسوى يعني هذا الملاحظة اللي يمكن تبادر لذهن أي واحد مبادرة أو ملاحظة عفواً عادية، لأنها ملاحظة مهمة تعادل وجهة نظري الخاصة، تعادل ملاحظة أن في أشخاص يتعاطون مخدرات، لأن في النهاية هناك في خسارة وفي ضرر، وهني في خسارة وفي ضرر أيضاً. فهذا مثال على بعض الملاحظات، بالإضافة إلى أن في ملاحظات أخرى. مثلاً إذا بنضرب على مثال على الملاحظات الأمنية، ممكن أن اليوم عضو كلنا شرطة وساكن في البيت رقم 11 على سبيل المثال. البيت رقم 11 هذا أو البيت رقم 17 اللي هو جارنا السابع، لاحظت أن عندهم حركة غريبة، مثلاً بعد الساعة 12 تتردد جنسية معينة بأعمار معينة، الوضع يثير الريبة والشك. وأنا كشخص عندي حس أمني وعندي مسؤولية مجتمعية واللي هو اليوم نحن نركز عليه، بادرت بإرسال الملاحظة مجرد وصف للي شفته بعيني إن في جنسيات معينة تردد على البيت كذي، بس فقط لا غير، بدون ما أضيف تعليق من عندي أو تحليلي أنا الخاص كعضو كلنا شرطة. الجهات المعنية تأخذ على عاتقها تأكد من صحة الأمور هذه كلها أو شو في النهاية النتيجة. ممكن تكون النتيجة أنهم يوزعون مثلاً أو ترويج للمخدرات، هذا شيء مش مستبعد، ولكن في نفس الوقت ممكن أن الناس يوزعون صدقات وما يبون حد يعرف. فلذلك أنا كعضو كلنا شرطة أديت دوري بإيصال الملاحظة هذه. الدور الباقي اللي هو على الجهاز الشرطي قام بعملية تحري في هذا الموضوع. طبعا في الحالتين لو كان ترويج مخدرات انا طبعا بيوصلك شكر كعضو كلنا شرطة انك على الدور اللي قمت به، وانت بهذه الطريقة تكون حميت المجتمع من مصيبة اكبر قد تضرك انت نفسك اولا وعيالك ويرانك والمنطقة بشكل عام. ولو كان في النهاية ان ما في شيء يضر اي انسان، مثلا الجماعة يوزعون صدقات، انت بعد بيتم شكرك كعضو كلنا شرطة على الدور اللي قمت به وعلى المسؤولية اللي انت حسيت بها في نفسك كأحد افراد المجتمع. هذا الجانب الثاني من انواع الملاحظات اللي يقدمونها اعضاء كلنا شرطة، ناهيك عن الملاحظات الكثيرة التطويرية اللي نحن توصل من اعضاء كلنا شرطة وتم دراستها وتحويلها للإدارة المختصة واللي تقوم بدراستها وتطبيق ما يمكن تطبيقه أو ما يخدم المجتمع والجهاز الشرطي، ويشكر عليها عضو كلنا شرطة. الجانب الثاني من عمل عضو كلنا شرطة واللي هو اليوم نحن بنتكلم عنه أكثر اللي هو الجانب التطوعي.
اللي هو التطوع الميداني في ميدان العمل. طبعا ثقافة التطوع مثل ما تعرفون جميعا انها من الثقافات اللي تواجد عند الناس في الدول المتقدمة. هذه الثقافة مترسخة فيهم، ونحن اليوم كمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة ما لا ينقصنا هذا الشيء ابدا. لا لا لا، الثقافة موجودة، واصلا هي كانت موجودة منذ الازل، ولكن تحت مسميات مختلفة. وانتم كلكم تعرفون ان مثلا لو كان واحد موقف عليه الموتر في الشارع كم واحد بيوقف يساعده في الايام او في السنوات الماضية، وما زال هذا الشيء موجود. لو واحد نظم عرس كم واحد من يرانا بيساعده، سواء ماديا او حتى عمليا في يوم العرس هذا، من ان يقوم بالعمل اللي هي يقوم بها هو واخوانه واهله. فهذا او الفزعه، نحن بنختصر موضوع التطوع او موضوع باللخصة في كلمه واحده اللي هي الفزعه. وهذه شيء، هذا شيء موجود في مجتمع دوله الامارات العربيه المتحده. واليوم بس تم عمليه تنظيمه تحت مظله كلنا شرطه والجهات التطوعيه المختلفه. طبعا عدد اعضاء كلنا شرطه اليوم وصلنا الى فوق 50,000 عضو او متطوع. والتطوع هو عطاء بلا مقابل. انا اتطوع او انا اعطي من وقتي ومن جهدي، والمقابل نحن نقول لا شيء مادي او لا شيء ملموس، لكن لا عوائد كثيره على الشخص نفسه وعلى المجتمع. فالثقافة الحمد لله موجودة اليوم. 50,000 بادروا بنفسهم للتسجيل في مبادرة كلنا شرطة، وقاموا بأعمالهم، الأعمال المطلوبة منهم. دورهم التطوع في كلنا شرطة اللي هو مساعدة الجهاز الشرطي كالتطوع في أي فعالية تنظمها قيادة العامة لشرطة أبوظبي أو تساهم في تنظيمها. على سبيل المثال الفعاليات اللي شاركنا فيها كأعضاء كلنا شرطة فعاليات كثيرة، مثلا بطولة العالم للجوجيتسو اللي تستضيف أبو ظبي. طبعا كانت تغطي اول شيء ثلاث مطارات، مطار أبو ظبي ودبي والشارجة. فكانوا الاعضاء يستقبلون الوفود المشاركة المتسابقين من المطار ومرافقتهم للفندق، ويسوون يساعدونهم في عملية الدخول للفندق التشيك ان. ومن ثم في الأيام اللي تكون عند الوفود هذه المباريات يتم مرافقتهم في الباص من الفندق إلى الأرينا أو مكان الحدث، مكان البطولة. وفي فريق ثاني من كلنا شرطة موجود في الأرينا يقوم بعملية تنظيم دخول الجمهور وخروجه والأعمال الأخرى المختلفة. وكان هذا على مدى تقريباً 10 أيام، قاموا بدور كبير، ساعدوا ساهموا، أنتجوا في النهاية أن الحدث هذا نجح. طبعا بالتعاون مع الجهات المنظمة المختلفة الأخرى، حدث يحمل اسم الإمارات، قاموا بالمطلوب منهم وزيادة، وهذا كله بلا مقابل. فهذه أيضا مسؤولية مجتمعية، تطوع مسؤولية مجتمعية. اليوم حسوبها المتطوعين أو أعضاء كلنا شرطة، وقاموا ولبوا النداء هذا سووا دورهم المطلوب منهم وزيادة. طبعا الفعاليات الباقية كثيرة، المهرجانات، جميع المهرجانات من ضمنها مهرجان أم الإمارات والمهرجانات الباقية والفعاليات اللي تستوي في إمارة أبوظبي يقومون أعضاء كلنا شرطة. طبعا نحن اليوم وصلنا في كلنا شرطة، أو نحاول نوصل إن شاء الله إلى أن نحاول نسخر الطاقات الموجودة في المجتمع وعند أفراد المجتمع لتلبية هذا، أو عفوا لأنهم يقومون بالأدوار هذه. فمثلا أنا كدكتور أو كطبيب حاب أني أطوع في كلنا شرطة، أنا أخذ منك هذه المهارة كطبيب. اليوم أنت كطبيب كيف ممكن أنك تتطوع؟ أنا معلم، كيف أنا أقدر في هذا المجال أني أخدم المجتمع بطريقة معينة من خلال إعطاء محاضرات أو مختلف الأشياء. وقيسوا على ذلك باقي التخصصات الموجودة عند أفراد المجتمع، فنحاول نحن نسخر هذه الطاقات في المجتمع هذا ونضخها في المجتمع
فيكون إن شاء الله النفع عام على الجميع. بالإضافة إلى أنه ممكن أنا أكون مثلاً موظف في القيادة العامة شركة أبو ظبي، لكن في نفس الوقت أنا عندي هواية التصوير، أحب أني أصور، وعندي مهارات إعلامية. فمن خلال وجودي بكلان الشرطة أنا ممكن أمارس هذه الهواية، فيتم إعطائي دور بتغطية حدث معين في شرطة أبو ظبي، تغطيتها إعلامياً، تصوير، عمل لقاءات. فكل إدارة موجودة في شرطة أبو ظبي مختصة في بعمل معين كالإعلام الأمني مثلاً، ممكن أنهم يتم الاستعانة بأعضاء كلنا شرطة ليقوموا بأعمال معينة. فطبعاً يتم بالاستعانة بالأشخاص أو بالأعضاء اللي تكون عندهم، يا أما يكونون هم إعلاميين مثلاً، أو أنهم عندهم هذه المهارة وحابين أنهم يطورونها وحابين أنهم يمارسونها بحكم أنه ما يقدر يمارسها في مجال عمله نفسه. فهذه مثل الهواية أو مثل المهارة، فهي ممكن يتاح للفرصة أن يقوم بها كمتطوع أو كعضو في كلنا شرطة. الأمثلة جدا كثيرة، إذا بنتكلم ما بيكفي الوقت. طبعا أنا بتيح المجال لزميلي ملازم فضل التميمي أنه يشرح أو يطرح الجانب الميداني اليوم لأعضاء كلنا شرطة في ظل هذه الجائحة وفي ظل هذه الأزمة اللي يمر بها العالم. فأتمنى من أن يعطيكم الدور الكبير هم يقومون إن شاء الله، وبعدها نحن بنرجع وبنفتح مجال للأسئلة، وموجودين نحن إن شاء الله إلى لين ما تخلص أسئلتكم واستفساراتكم. تفضل ملازم فضل. يعطيك العافية أخوي ملازم أول أحمد الكلباني على وهو شيء نرحب بالجميع المستمعين والمشاهدين لهذه الورشة. في البداية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة كوفيد 19، نسأل الله السلام للجميع. وفي هذه الظروف تم اختيار المين للعمل الميداني بالكم، لكن بالكمية يعني بقلة. قامت اخترنا فئة مناسبة، العمر اول شيء خذينا العمر من 25 إلى 45 سنة. ليش اخذونا هاي العمر؟ عندهم القاب يعني المناعة القوية، وان شاء الله دائم يعني كلهم ما شاء الله عليهم والسلام. عفوا سيادة ملازم، بس نحن الصوت يقطع. العمرية تكون عندها ثم توي نتمنى عشان واضح الصوت. نعتذر عن هذا الخلل الفني أو التقني الموجود عند الملازم أول فضل، بس قبل ما تبدأ الورشة هو كان يقول لي أن أنت عندك خلل، فظاهر أنه من عيب ابتلع، فالحين إن شاء الله أنه يرجع لنا في أسرع وقت. فإذا ملازم أول فضل اسمعني. هل صوتي أنا واضح؟ واضح الحمد لله. واضح سيادة الملازم حميد، واضح صوتك. لازم هو الفضل إليه ما يرجع إن شاء الله. شكرا لكم. طبعا اللي كان يبي يقول الملازم فضل، الملازم فضل ميوت،
فيمكن عشان شي صوته مش واضح، هو ميوت حاليا. اذا بيشل الميوت نعم كان يقطع. عفوا بتجرب فضل لو سمحت بتجرب تشل الميوت بس. واختفى كليا لين ما يعاود الاتصال ملازم هو الفضل. ممكن يعمل لوج ان جديد ما في مشكلة. زين أنا ببدأ باللي هو يقوله تقريبا العمل الميداني والدور اللي هم يقوموه باليوم كأعضاء كلنا شرطة موظفين القيادة يدا بيد. طبعا تم الاستعانة بأعضاء كلنا شرطة في ظل هذه الجائحة لتأدية دور معين سواء بمشاركة شرطة أبوظبي بالأدوار اللي تقومها سواء ابتداء من الدورية إلى التوعية. فتم الاستعانة بهم. طبعا قبل هذا الشيء الجميل اللي نحن لمسناه قبل ما نطلبهم نحن أو قبل ما تكون أفكارنا جاهزة في بداية ظهور وباء كورونا كانت الاتصالات ما توقفنا أعضاء كلنا شرطة أنهم شو ممكن نحن نقدم شو ممكن نحن نقدر نسوي عندنا الشيء الفلاني نحاول نبغى نسوي الشيء الفلاني. فتم عقد أكثر من ورشة طبعا مثل الورشة هذه اليوم اللي هي عن بعد لسماع أفكارهم أو سماع مقترحاتهم شو ممكن هم يقومون به. فتم الاستعانة بالأعضاء فابتداء من تعدد اللغات نحن انطلقنا استعنا بالأعضاء اللي من يتكلمون أكثر من لغة وتم توزيعهم على المواقع والأماكن المختلفة سواء شوارع أو حتى في سكن العمال في الفنادق. فتم توزيعهم على هذا النحو وقاموا بعملية توعية. طبعا اليوم التوعية جانب جدا مهم في موضوع مكافحة أي خلل سواء كان الأزمة اللي اليوم نحن نمر بها أو أي أزمة سواء أمنية أو حتى مرورية. فالتوعية هو العلاج أو الدواء الأول اللي مفروض يعطى لأفراد المجتمع. فكانوا يقومون بهذا الدور إرسال أو إعطاء أو توزيع أو حتى عن طريق الميكروفونات إعطاء رسائل توعوية لأفراد المجتمع أو خطورة هذا الوباء أو شو ممكن الإجراءات اللي يقوموا بها كل فرد من أفراد المجتمع لتجنب الإصابة أو تجنب أن يقع عليه ضرر من خلال أو سبة هذا الوباء. فقاموا بهذا الدور بالإضافة إلى دور تم توزيع القفازات والكمامات على فئة العمال وفئات مختلفة أيضا أخرى والمعقمات أيضا. اليوم في رمضان يقومون أعضاء كلنا شرطة بتوزيع الوجبات على في سكن العمال وفي أماكن مختلفة طبعا بالتعاون مع مؤسسات مختلفة يقومون بهذا الدور بالإضافة إلى تنظيم العمل في مراكز البحث أو تنظيم دخول الراغبين بعملية الفحص هذه. فهم واقفين يداً بيد مع الشرطة أو مع أو موظفي القيادة عام شرطة أبو ظبي في تنظيم هذه العملية. فهم يساعدون في كيف نقول الطوابير هذه الطوابير اللي اليوم نحن ما تعودنا عليها الطوابير اللي هي بين شخص وشخص مترين. طبعا في هذه كلها اشياء جديده على علينا نحن او على العالم بشكل عام. نحاول نحن ان نبدا خلاص ان تكون هذه ممارسه او تكون هذا شيء نحن نقوم خلاص بشكل دائم. فيقومون بهذا الدور بالاضافه الى تواجدهم في مراكز الحجر الصحي وهذا من الادوار ايضا المهمه اللي يقوموا بها كلنا شرطه اليوم في القياده العامه شرطه ضبي. اتوقع ان وقتنا قرب يخلص عشان نخلي مجال حق الاستفسارات. لكن اللي احب اقوله واللي اكيد يحب يقوله الملازم هو الفضل ان التطوع او العمل التطوعي هو المسؤوليه المجتمعيه هو الثقافه اللي اليوم موجوده الحمد لله عندنا كلنا جميعا. والله يرحم الشيخ زايد اللي هو والإنسانية وجهان لعملة واحدة والعمل الإنساني والعمل الخير كله نحن تعلمنا وتربينا عليه من خلاله. ما تعرفين بس تقولين وبس. في آخر نقطة
أنا أقول أن يكفي مبادرتك لنا شرطة أن العضو رقم واحد هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذا أعطانا دافع كبير للعمل والاجتهاد، وأعطى دافع كبير لأفراد المجتمع للانضمام لمبادرتك لنا شرطة. فمشكورين يعطيك العافية أستاذ. نفتح مجال لازم يجزاك الله خير، جزاك الله خير على المحاضرة الطيبة، وإحنا استفدنا حقيقة. ويعني هذه المبادرة من المبادرات اللي أمر فيها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد، اللي هي كانت جزء لا يتجزأ من المبادرة. تسمعوني واللي شاركوا فيها 11,000 طالب في هذه المبادرة. يعطيكم العافية، وإحنا يعني سعيدين والله أن نحضر معكم هذا اللقاء. نحن نازم حميد، أنا بس عندي أنا عندي بس مداخلة بسيطة أقول يعني المبادرة هاي طيبة، يعني فيها بالنسبة للضبطية أو الآلية في الانضمام لمبادرة كلنا شرطة. طبعاً أستاذ أحمد، الموضوع سلامة أعضاء كلنا شرطة هذه أولوية، زين؟ نعم. فلذلك يتم إعطاهم الأدوار اللي هي بنقول عامة. طبعاً تدخل الجسدي نحن نستبعده، أو نحاول أن نحث أعضاء كلنا شرطة بعدم استخدامه. فأنك أنت تسوي خير أو أنك أنت حاب أنك تخدم بطريقة أو بأخرى ممكن أنه يكون بطريقة خاطئة. فعلى سبيل المثال نحن ننتهي لأعضاء كلنا شرطة عملية تصوير المخالفات المرورية. فلو مثلاً واحد سيارة واقفة في على الرصيف ويا عضو كلنا شرطة وحاول إنه، وهذا منظر طبعاً مش حضاري وخطأ كبير وتبعاته كثيرة، فلذلك عضو كلنا شرطة مثلاً ممكن إنه يصور هذه المخالفة أو هذا الحدث أو هذا الفعل الخاطئ، فيقوم بذلك عن طريق الابليكيشن الخاص بمبادرة كلنا شرطة. لكن في نفس الوقت لو كنت أنا عضو كلنا شرطة وسوق مثلاً طالع من أبوظبي ورايح العين، وجاوزني شخص من كتف الطريق ويسوق 160، وقمت أنا بتصويره كعضو كلنا شرطة، قمت بعملية تصويره وهو الفعل اللي قام به تجاوز من كتف الطريق وتجاوز السرعة، وقمت أنا كعضو كلنا شرطة من منطلق أن أنا عندي مسؤولية مجتمعية وحس أمني وصورت الشخص هذا، هذا الشخص اللي قام بعملية المخالفة بيحصل مخالفة على الفعل اللي قام به، ولكن أنا كعضو كلنا شرطة أيضا بحصل مخالفة اللي هو التصوير أثناء القادة. لأن نحن هدفنا عدم معالجة الخطأ بالخطأ، إذا عالجنا الخطأ بخطأ فبتم نسبة الخطأ موجودة وعالية. فلا، من باب أولى أن نحن هو كعضو كلنا شرطة أنه يأخذ رقم السيارة، والوقت طبعا هو يكون عارف لنا، وأول ما يحصل فرصة يوقف، أو أنه بيوم يوصل البيت يكتب أنه في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني استوى الحدث الفلاني. فبهالطريقة نكون نحن ضمننا سلامته هو كعضو كلنا شرطة، و وصلت الملاحظة، واللي هي طبعا اليوم الشوارع في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام مزودة بكاميرات المراقبة والهذه كذا، فيتم الرجوع لها. اللي يريد وصله ان اليوم عضو كلنا شرطة سلامته مهمة. مثلا انا كعضو كلنا شرطة وشفت شجار، ما بدخل بصفتي عضو كلنا شرطة اني انا اوقف هذا الموضوع، لا، انا دوري كعضو كلنا شرطة اني اوصل الملاحظة، انا اتصل بالشرطة وأقول لهم أن في المكان الفلاني أنا العضو رقم كذي في المكان الفلاني يستوي 1, 2, 3، بذلك أنا حميت نفسي وأديت دوري كم أو من منطلق المسؤولية المجتمعية والحس الأمني اللي عندي، قمت بالشيء المطلوب مني وزيادة بهالطريقة وحميت نفسي. أهم شيء سلامتك أنت كعضو كلنا شرطة، وهذا اللي دائما كانت القيادة تنبهنا عليه، أن عدم وضعهم في موضوع ممكن أنهم يتأذون منه. العافية. تسمع صوتي يا تسمع صوتي ولا واضح صوتك؟ لازم تفضل. اسمحوا لنا السؤال الفني عن العمل الميداني لأعضاء كلنا شرطة. مثل ما قلنا نحن تطرقنا للفئة العمرية اللي بيشاركون معنا في هذا 45 سنة، وشرحنا لكم ليش اخترنا الفعل. وعندنا تقريبا اللي ساعدونا من جنسيات كثيره،
وخاصة نحن من ما تطرقنا إلى جنسية اللي يتكلمون الأردو كمليارلي يتكلمون الأنغالي على أساس سيادة الملازم فضل لسه الصوت لسه الصوت نعم ما أسمعك أقول عفوا لسه الصوت يعني يروح ييجي طب عفوا يقطع الحين الصوت خليك قريب من المايك لازم فاضل ممكن يكون الحين واضح الصوت عندك تمام زين لأن ليش شغل الكاميرا يمكن اشوف صوتي يقطع زين احنا قلنا اعضاء كنا شرطه كانوا من اكثر من جنسيه اللي قاموا معانا بتوعية العمال في منطقه مصطفح وكذلك في جزيره الريف وكذلك يشكرون مؤسسه خليفه بن زايد الانسانيه انهم بتقديم وجبات الافطار لصائم قاموا اعضاء كنا شرطه بتوزيع هذه الوجبات في منطقة مصفح جزيرة الريف وفي المفرق وكذلك بالعين والظفرة يعني فنح أبو ربي فنشكر مؤسسة خليفة بن زايد الإنسانية عمل الخير وأعضاء كنا شرطة كان دورهم راح صوتك لازم فضل ظهر الخلل كبير عند الملازم فضل نعتذر عن هذا الخلل لو سمحت اي حد عنده استفسار يبادر بال ايوه عفوا سياده الملازم حميد يعني صراحه محاضره قيمه كثير وصراحه ما قصرت انت بالمحاضره وكان دور فاعل وصراحه ما قصرت يعني بالمعلومات والاشياء القيمه والتوعوية اللي تحتاج إليها كافة شرائح المجتمع وصراحة الريادة دوما للإدارة العامة لشرطة أبوظبي وأكيد الإدارات العامة الأخرى في الإمارات الثانية وخاصة بتعاونكم مع السلك التعليمي في مجال التعليم بالنسبة لتوعية الطلاب حتى قبل هذه الجائحة نسأل الله إن شاء الله الفرج قريب منها يعني دوركم كان صراحة ريادي في هذا الأمر من خلال المحاضرات والتوعية لأبنائنا الطلبة خاصة طلاب المرحلة الثانوية اللي يكونون عندهم الدافعية والاستعجال نحو قيادة السيارات مثلاً أحياناً ويكون في نوع من التهور تعرف أنت دافعية الشباب فبصراحة حتى قبل الجائحة فترة بسيطة هنا في العين يعني من خلال إخوان شرطة مدينة العين تابعين للإدارة العامة بشرطة أبوظبي يعني من خلال المحاضرات التوعوية ومثلاً في حال كمان إدارة الأزمات أو لا سمح الله الحوادث من حرائق أو حوادث الطرق يعني صراحة ما تقصرون تقومون بدور فعال جداً وحالياً كمان دوركم ظاهر وجلي من خلال البرنامج الوطني للتعقيم مثلاً والمهام والمسؤوليات اللي تقومون فيها فمشكورين جزاكم الله ألف خير يعني يعطيكم ألف عافية وما قصرت وبالنسبة للمحاضرة صراحة يعني كفيت ووفيت وما قصرت الله يعطيك العافيه هذا واجبنا استاذي واللي نقوم به نحن واللي يقومون به كافه افراد المجتمع بمختلف تخصصاتهم واعمالهم هذا مدافع وطني ومدافع واجب على جميعنا ان نقوم به ويظل اللي نقوم به نحن سواء في شرطه ابو ظبي او في الناس في مختلف التخصصات والوظائف قليل وإن شاء الله أن نحن نقدر نرد للوطن هذا لو الجزء البسيط من الفضل ولقيادتنا الرشيدة ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع اللهم آمين نسأل كمان لكم إن شاء الله المعونة والخير إن شاء الله وربنا يعطيكم ويقويكم ويديم عليكم الصحة العافية وإن شاء الله بفضل جهودكم فضل جهود الجميع الإخوان في كافة المنظمات في الدولة وفضل التوجيهات الثانية لشيوخنا إن شاء الله
نتعدى هالأزمة هاي بخير وبنكون أقوى وأكثر دافعية إن شاء الله وهمة للعمل المجتمعي الوطني في الدولة. وإن شاء الله ظلها دار عمار إن شاء الله ويا رب ويحفظ ويحمل الجميع يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. بس أستاذ بعدنا نحن نخلي مجال للاستفسارات المستفيدين إذا كان في استفسارات. مشكور ما قصرت وأسف لأخذ كل الوقت. لا 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 الأمور طيبة بالعكس مداخلتك طيبة وجزاك الله خير ونحن نشكرك على هذه المداخلة. فما أعرف إذا حد مثلا ممكن يكون حاب الانضمام لمبادرة كل انشطة أو يعرف شو كيف الطريقة. نعم إن شاء الله. معك معلمة جين الدالي من روضة حماية. أنا بدبي فأنا ما بعرف كيف ممكن أنضم لهالمبادرة. مرحبا أستاذة. يشرفنا طبعا أول شيء وجودك أنت ويانا والانضمام للفريق كلنا الشرطة، وأي إضافة في هذا الفريق تكون إن شاء الله إثراء لكلنا الشرطة وللعمل التطوعي. اليوم نحن نطاق عملنا أو فعاليات اللي نحن ممكن نغطيها تكون في إمارة أبوظبي، فأنت مرحب بالتسجيل مبادرة كلنا شرطة إذا كنت تشوفين نفسك ممكن نجتين البضبي أو العين أو الظفرة في تتكسر يا مون. هذا بخصوص إحنا معلمات كون شوية صعب، لكن هو ما في أبدا يمتد العمل. عفوا واضح السؤال هذا. لأن وجودنا وشغالين حاليا يعني عمل عن بعد كمعلمة، فأنا إذا كان ممكن متاح يعني في إمارة دبي في عمل تطور ما، حتى لو إحنا ناخد دورات تدريبية مثلا ننزل مثلا مستشفيات ننزل أي مكان يعني يكون فيه عمل إحنا مستعدين. طبعاً أستاذة نحن متأكدين من هالشيء إن كلكم جاهزين وكلكم مستعدين وكلكم حابينكم تأخذون دور معي، لكن اليوم نتكلم عن الفترة الحالية صعب لأن موضوع تدريب لازم إن عضو كلنا شرطة وأي عضو جديد في كلنا شرطة لابد إنه يدخل هذه الورشة التدريبية أو التأهيلية اللي تأهله أساس إنه يكون عضو في كلنا شرطة. طبعاً الحين مثل ما تعرفين الظرف اللي نحن نمر به صعب إنه يتم عملية التدريب في نفس الوقت عملية تفعيل دور الأعضاء في الميدان، فلذلك أنت ممكن اليوم إن شاء الله إنك تدخلين وتسجلين في كلنا شرطة. طبعاً تسجيل في كلنا شرطة إلكتروني عن طريق الموقع الخاص بمبادرة كلنا شرطة اللي هو أي حد بيدخل جوجل وبيكتب كلنا شرطة شرطة أبوظبي بيطلع على الرابط، أو عن طريق الأبليكيشن الموجود على أبل ستور اللي هو We Are All Police ينزله ويعبي بياناته ومعلوماته، وبعد ذلك إن شاء الله من تكون الفرصة متاحة بتم تواصل وياه عن طريق المسج بإبلاغه بيوم الورشة وتحديد مكان ووقت الورشة اللي هو ممكن يحضر ويأخذ هذه الورشة التدريبية، وبعدها إن شاء الله يتفعل دوره ويكون عضو كلنا شرطة. وبخصوص إنك أنت في إمارة دبي مثل ما قلت الفعاليات اللي نحن نغطيها اليوم فقط في إمارة أبوظبي، ومع العلم أو أن في إن شاء الله أن بوادر تطبيق مبادرة كلنا شرطة في مختلف قيادات عامة للشرطة في الإمارات إن شاء الله في أكثر من قيادة عامة ممكن تطبق نفس المبادرة إن شاء الله، وبتكون العمل مشترك إن شاء الله في النهاية. الله شكرا. عفوا أستاذ. في أحد عنده استفسارات يا جماعة؟ هل بإمكان الطلاب يشاركون كل عضو من كلنا شرطة اللي تحت سن 18 سنة؟ ومثل ما قلنا نحن إن شرطنا الوحيد نحن إنه يكون فوق 18 سنة، فاللي اليوم عضو أو حاب إنه يكون عضو في كلنا شرطة وهو تحت 18 سنة هذه مفروض أنا ما أقولها مفاجأة، إن شاء الله نحن في صدد إطلاق مبادرة تابعة لكلنا شرطة اللي هي تخص الناس أو الأشخاص اللي هم تحت 18 سنة، لكن للحين ما في شيء من هذا القبيل.
إن شاء الله بيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وبتغطي الشريحة اللي هم تحت 18 سنة اللي بيتم إعدادهم أساسي أنهم يكونون أعضاء بعد 18 سنة. أخوان اللي عنده استفسار يبادر بطرح استفساره. مشكورين والله يعطيكم العافية. جزاكم الله خيرا. جميعا. شكرا جزاكم الله خير. بارك الله فيك. فيك استاذ. الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خيرا. نفع الله بكم. يعافيك استاذ. يعطيكم العافية ما قصرتوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعاً نشكر الحضور الكريم، نشكر الملازم الملازم حميد حفظ الألقاب يعني، والملازم فاضل اللي سمعنا، وطبعاً الصوت مش مشكلة، احنا سامعين فاهمين تمام. الله يعطيك العافية. شكرا لكم كثير، وطبعا نراكم إن شاء الله في فعاليات أخرى، وهذا رابط الحضور، وشكرا جزاك الله كل خير. شكرا أستاذ، وشكرا للجميع على حسن الاستماع، وأتمنى لكم إن شاء الله شحور العافية. الله يسلمك، توفيق إن شاء الله أجمعين.